السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله sahabat pencinta Al-Quran yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya, Sidqi. InsyaAllah, di video kali ini, seperti biasa, akan kita lanjutkan lagi tadarus murattal kita. Hari ini akan membaca di Surah Al-Baqarah ayat 62. Masih seperti biasa, kita akan pelan-pelan membacanya dengan irama murattal. Khususnya pada kesempatan hari ini kita akan membaca dengan irama jiharkah insyaAllah. Sambil pelan-pelan mungkin nanti ada sedikit penjelasan terkait hukum-hukum daripada bacaannya. Baik, sahabat pencinta Al-Quran, bagi kalian yang baru bertemu dengan channel ini, silakan klik subscribe-nya ya. Jadi subscribe dulu. Kemudian jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya agar setiap ada video yang baru diupload kalian gak ketinggalan. Baik, langsung saja kita awali dengan ta'awudz, basmalah dan juga membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول
إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الحمد لله sahabat pencinta Al-Quran, sahabat ngaji yang dimuliakan Allah. Kita cukupkan dulu untuk tadarus dan murattal kita hari ini. Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan bisa selalu istiqomah untuk menyimak hingga kita khatamkan bacaan kita. Baik, sahabat pencinta Al-Quran, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, silakan
tekan tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan juga tanda loncengnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like dan juga share di media sosial kalian agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Semoga istiqomah. Saya Sidqi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.